صعبة شوية. أول شيء عندك شخصية معينة بدك إياها تقلد لك إياها؟ شو عم تعمل؟ شو؟ أنا عم فكر هلا بغير شيء، عم فكر عنها. عندي شخصية معينة. أصالة. هيفا. هيفا. يا ريمي. أيوة. أصالة وردة يعني وردة. هيدا شو لازم مغنى ولا حكي؟ زي ما أنت عايزة. أنا رسمي كثير، أنا أنت اخترتيني. الله. أوه. محمود. هاي. إيه ده يا محمود؟ أنا محمود. إيه اللي بيحصل ده؟ بده إياني أغني وأرقص معاه؟ ليا. أوكي. مين كمان؟ خلص بأي واحدة. هم ثلاثة. إيه؟ هي واحدة خلاص. ثلاثة. انجزوا. عشان في برضه فنانة أنا كثير بحبها. أليسا. ارجع لي السوق ياللي انت جعان وايدك فاضية ياما عايزني اطبخ وتقولي غدي انا عايز خضار واتنين كيلو لحمه وخيار وبهر صيني شوال رز كمان الله مع الصوت كمان مع الصوت يا جماعه جوعتونا كده ولا ايه بعد شخصيه ثالث حاجه اخر حاجه لا شو عم تقولي اوكي شو قلتي يلا بتصوروا ولا ايه لا لا اخوات يعني ما شاء الله نبيلة عبيد مين نبيلة عبيد العب انا البرنامج ده حلو حرام يا نهار اسود انا مبسوطة قوي ان انا موجودة معاكم في البرنامج ده الواد اللي اسمه محمد نور ده البنت الحلوة دي يا نهار اسود بس خلاص برافو خلاص خلص كده هاخد 10 على 10 ان شاء الله خدتي 3 نقط